من جديد زميلي كل مشاهدي قناة الأهلي، طبعا زي ما مستمرين معاكم هنا وتغطية خاصة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ويسعدنا أكيد في هذه اللحظات أن ينضم إلينا الأستاذ عماد وحيد عضو إدارة النادي الأهلي. برحب بك طبعا عماد بيه في البداية، وبمناسبة طبعا الاجتماع الخاص وليس الجمعية العمومية بنتكلم عليها طبعا الترتيبات الأخيرة وندوات كانت رائعة جدا أشاد بها أعضاء النادي الأهلي على الوعي بالنسبة لي يعني شرح الأمور الخاصة، يعني حابب تقولي في اللحظات دي بالنسبة لقدومنا على الاجتماع الخاص للنادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول أنا بشكركم على حضوركم، ودايما بحب أقول أن تبقى قناة النادي الأهلي هي الشريان اللي بيوصل منه المعلومة الصادقة اللي بتعبر عن قرار ومصير النادي الأهلي. الحاجة التانية، احنا ليلة التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، بحب أتقدم بشكري للإدارة التنفيذية على رأسها اللواء شيرين شمس على المجهود اللي هو عمله حتى تخرج هذه المناسبة الفارقة التاريخية في تاريخ النادي الأهلي بالشكل الذي يليق بنادي حافظ كتير قوي على تاريخه وعلى قيمة أعضائه. وده مش جديد على ابن من أبناء النادي الأهلي، ما أقدرش أعتبره مدير تنفيذي على قدر ما أنا بعتبره من جذور وثوابت النادي الأهلي عائلة أفتخر أن أنا زملت شيرين شمس وأخوه. فالحقيقة أنا واجب علي بصفته أنه كان قبلية في هذه المداخلة ان انا اشكره، لان قد ايه حسيت ان هو مش بيعمل ده كمدير تنفيذي على قدر ما بيعمله كمحب وعاشق للمكان اللي اتربى فيه. ارجع معاك عماد بيه للندوات المكثفه والرائعه بالنسبه طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي. كان في بعض الاستفسارات من الاعضاء، الاعضاء سالت وكان في حماس كبير جدا، اكيد حضرتك شفته الكل بيقول احنا جايين نقر لائحه النادي الاهلي وليس لائحه الاسترشاديه للجنه الاولمبيه. استقبلت ده ازاي كعضو الجمعيه العموميه قبل ما تكون عضو مجلس اداره في النادي الاهلي؟ الأول علشان ما كنش راجل يحاسبني ضميري وتاريخي القليل قوي كعضو مجلس إدارة النادي الأهلي أو كمنتمي ومنتسب للنادي الأهلي، يجب أن أقرر أمام حضراتكم ومن خلال قناة النادي الأهلي أنا بتقدم بشكري للدولة المتمثلة في مجلس الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، اللي أنا بختلف معه كتير في بعض الأمور، ودايما بقول أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لكن ليس هناك جاحد يقر بغير أن المهندس خالد عبد العزيز أخذ على عاتقه إصدار هذا القانون، وهو أنا متفق معاه أن لابد أن تكون هناك إشكاليات وتداعيات لتنفيذ هذا القانون. وكل واحد زي ما هو بيحب يقول وكل المهتمين بيقولوا عليه أن يتحمل تداعيات ما يقرره في حق تقرير مصيره. فلو كان لابد في مقدمة أن أنا أشكر المهندس خالد عبد العزيز على حرصه على إصدار قانون الرياضة، لكن ما يتعلق بتداعيات أو أساليب تطبيق هذا القانون فهذا أمر يخص كل هيئة رياضية، وكل هيئة رياضية بتتخذ من الإجراءات ما تشاء وهي اللي مسؤولة عن عما ينتج عن قرارها. لكن كان لزاما علي أن أنا أشكره من خلال قناة النادي الأهلي على حرصه وعمله الدؤوب هو ومجموعته، وأيضا لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب على إخراج القانون كل إيجابياته، وقد تكون هناك سلبيات، مفيش حد بيعمل حاجة كاملة في المية، لكن أنا عاوز أقول له أن ما يخص تطبيق هذا القانون هذا أمر شخصي للنادي الأهلي يتحمل مسؤوليته من يمثله اللي هو رئيس أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. راجع معاك يا عماد بيه، حالة لغط كبيرة جدا الفترة اللي فاتت، يعني أمور كثيرة جدا. يمكن أذكر معاك في البداية المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية النادي الأهلي فرع الجزيرة هو المشهر من 1907، ويمكن لغط كبير جدا، عايزين تفسير من حضرتك لأن يعني واضح إن في قراءة بدون فكرة وبدون وعي كبيرة جدا بالنسبة للفترة اللي فاتت. الحقيقة يعني أنا المهندس هشام حطب قد يكون جانبه الصواب فيما قرره بالقناة اللي هو بيطلع فيها على طول. وانا الحقيقه عاوز انصحه، يعني الوزير خالد عبد العزيز
معذور في انه بي 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 بيطلع في اكتر من مناسبه، لان هو الوزير المنوط والمسؤول عن هذا القانون واصدار هذا القانون، فلازم يعني يوضح موقفه والتساؤلات اللي عند البعض. لكن انا مش عارف المهندس هشام حطب هو مسؤول ولا مش مسؤول، يعني هو الوزير بيرد بالنيابة عنه ولا هو بيرد؟ وبعدين هو لما بيجي يرد لازم يرتب أفكاره، لأن هو النهاردة بيتكلم على مقر رئيسي. طب أنت يعني معرفش الجواب عندكم اللي كانت بعتته لنا مديرية الشباب والرياضة لو موجود في القناة ينزلوه، ده احنا كنا خدنا قرار جمعية عمومية بقبول 500 عضوية في مدينة نصر سنة 2015، وبعتنا للجهة الإدارية المنوطة بأنها تعتمد هذا الكلام عن طريق الإدارة التنفيذية بالموافقة على هذا التوجه لتدبير موارد. فردت علينا، قالت لنا، ردت علينا بالرفض وقالت إن مفيش حاجة اسمها الجزيرة ومدينة نصر، فرع مدينة نصر فرع مكمل أو منفذ مكمل للنادي الأهلي ولا يعتد به كفرع، بل هو مقر. زي ما أنا أجي أقول إيه، الكيان بتاع المؤسسة الفلانية أو الوزارة الفلانية موجود هنا وموجود هنا، الوزير بيروح هنا شوية وبيروح هنا شوية، رئيس الوزراء بيباشر أعماله من مكانين. مفيش، أنا مش بعمل جمعية عمومية، أنا مقر تماما بأن الجمعية العمومية للانتخابات العادية يجب أن تتم في مكان واحد، لأنها بتناقش ميزانيات وبتناقش تساؤلات وبتناقش أمور كثيرة ولغط كثير عند الأعضاء وعند كل المهتمين. ما ينفعش أن مجلس الإدارة وهو بيرد يقسم نفسه اتنين. لكن أنا عاوز أعرف يعني إيه مقر الإشهار. طب أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة يا أستاذ هشام، من قناة النادي الأهلي كونك رجل أوليمبي، انتخابات الكابتن أو المهندس الأستاذ حسن مصطفى اللي هتقام، اللي نجح فيها وأنا بهني بالتزكية لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد، هتتم في تركيا في شهر 12، هو ده المقر الإشهار بتاع الاتحاد الدولي لكرة اليد؟ هاني أبو ريدة لما تم انتخابه كعضو مكتب تنفيذي في الفيفا في من كذا شهر في البحرين، هي البحرين المنامة مكان الإشهار بتاع الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا زيورخ؟ ما تتكلموش كلام يحاسبكم عليه التاريخ، يعني التاريخ بيحاسب الناس على كلامها. فحضرتك أنا بيسر الأمور على أعضائي، ما تيجي نعكس. أنا عاوز أعرف أنت متخوف من إيه؟ أنت فاتك يا باشمهندس هشام، فاتك أن النادي الأهلي الوحيد الذي له مقرين متساويين في الحقوق والواجبات. كلمة فرع دي ما ينفعش تطلع امبارح تقول هليوبلس ما عملش ليه في الشروق، وسموح ما عملش ليه في برج العرب، والظهور ما عملش ليه مش عارف في بين الشروق ولا والصيد في القطامية. النادي الأهلي الفرع الوحيد ليه ما يطلق عليه مسمى قانوني بفرع هو فرع الشيخ زايد، ولا توجد لجنة للتصويت بالشيخ زايد. ما تتكلمش كلام هيترد عليك، وهيبقى يعني انا مش حابب ليك كرئيس لجنه اولمبيه انك انت تقول كلام ما هوش معزز. وبعدين يا سيدي انا عاوز اقول لك على حاجه، انت كل شويه تقول لو عملوا كذا هعمل كذا، ما فيش واحد بيعمل حاجه وبيقعد يهدد كل يوم 6 مرات. هو احنا داخلين في خناقه؟ احنا مش داخلين معاك، احنا بنحترمك وبنحترم اللجنة الأولمبية، وأنا علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأولمبية من أقرب الناس إلى قلبي من 40 سنة هنا في النادي الأهلي، ومش عاوز أقول علاء مشرف بيقول إيه بس عشان ما حطوش في حرج. أنت عندك قانون أو عندك ضوابط بتنظم هذه العملية، أنا بقول لحضرتك دي ناس رايحة تقول نعم أو لا، وما بنبنيش على حد حاجة. أنت متضايق ليه إنها تتعمل في مقرين؟ ده أنا يا سيدي الفاضل يوم ندوة المهندس محمود طاهر هنا في النادي اللي كان بيشرح فيها الضوابط بتاعة القانون ومستجدات وبيفهم الناس الأعضاء، أنا جاي من المهندسين للنادي في حضور 400 أو 500 عضو هنا، وصلت عند منتصف
كوبري 15 مايو من منتصف كوبري 15 مايو اللي هنا في ساعة الا ربع. طب انت ليه عاوز تضايق الناس؟ بتقول هليوبلس تم الانتخابات، قال طب وليه كنت برضو يعني فرحان قوي ان الناس اتضايقت في هليوبلس، بس الناس في هليوبلس اتضايقت او تعثرت بسبب امر واقع ان هو ما عندوش مقر تاني. فرع الشروق ده لا يجوز لعضو الشروق ان انه يجي يصوت، ولا يجوز لنادي هليوبلس المركز الرئيسي ان 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 يفتتح منفذا للتصويت. احنا حاله خاصه. وبعدين مين اللي اعترض؟ التصويت بكره. انت بتقول انا كل واحد هيجي لي يقول لي اشمعنى؟ اشمعنى ايه وانا في مدرسه؟ لازم تبقوا على قدر المكان، تحترموا المكان اللي انتوا فيه. ومش عيب انك انت تقول ان انا مش قادر اتولى مهمتي في هذا الخصوص، لكن النادي الاهلي لا تملى عليه او لا يملى عليه الامر بالقوه، ولا هو بيملي على حد الامر بالقوه. احنا احترمنا القانون، احترمنا اجزاء من اللائحه الاسترشاديه كانت تناسبنا وحطيناها في اللائحه. قعدوا يتكلموا على الاقصاء واللي حلف ان في اقصاء، اقصاء لمين؟ واقصاء علشان ايه؟ مين خايف من مين؟ ومين عارف انه هيرشح نفسه ولا ما يرشحش نفسه؟ الامور بقت صعبه قوي على اللي هيرشح نفسه. بقى في حاجه اسمها بنش مارك، مؤشر، خلاص اللي هيجي النادي الاهلي انا او غيري هيبقى عارف ان في حد ادنى لسقف طلبات الاعضاء، لان هم شافوا استحقاقاتهم، علشان ما يطلعليش التاني يقعد يقول لك مش انت اللي عامل ده وانت اللي عامل ده. يعني الحقيقه انا كنت مستاء جدا ان احنا نتكلم بعض، لا ده انا اللي عامل او انت اللي عامل. احنا بنتواصل الاجيال، وقد يكون هو اللي قبلنا عملوا اكتر مننا، او اللي جايين بعدنا يعملوا اكتر مننا ومن اللي قبلنا، لان احنا نسيج واحد في مكان واحد، تعودنا ان نلتقي بكل مشاعر الحب والشعور بالانتماء. وعمرنا، انا اتحداك لو كان على لسان المهندس محمود طاهر او احد اعضاء مجلس الاداره طلع قال او زايد على الاعضاء، لان محدش دفع للنادي الاهلي حاجه من جيبه الشخصي. النادي الاهلي اعطى الكثير للجميع وخد خد مجهود بسيط قوي. ودايما انا في كلماتي بقول ما يحدث على ارض الواقع في النادي الاهلي هو استحقاق وليس انجاز. ما ينفعش ان انا بانكار ذات ان انا اقول انا عملت حديقه او عملت مبنى او 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 او, أو. لان انا ما اديتش حاجه، ما ورثتش او ما لقيتش في احد اركان النادي الاهلي تماثيل اثريه بعتها وعملت بيها. النادي الاهلي اعطى الجميع، وانا ليا الشرف كعضو مجلس اداره في النادي الاهلي حاليا، وعضو انتمي للنادي الاهلي كعضو عادي عامل أو منتسب لأهلي من الستينيات، إن أنا يتقال عليا بس إن أنا عضو جمعية عمومية في النادي الأهلي. لكن ليه بنعملها مشكلة؟ وليه كل يوم نطلع؟ وللأسف اللي بيقول النهاردة تقسيم النادي الأهلي، حزنت جدا لما نشر في جريدة الأهرام إنه بيسيبوا رمز كبير من رموز النادي الأهلي، كابتن صالح سليم، امور ملهاش مكان. طب وطبعا كلنا متفقين على عدم تقسيم النادي الاهلي. انت بتتكلم على سيناء ولا بتتكلم على السودان ولا تقسيم ايه؟ هو انا لما حضرتك يكون في تزاحم على مكان وبريح الاعضاء دخلتها في تقسيم النادي الاهلي؟ طب ما تطلع تعمل استطلاع راي تشوف مين اللي بيعتقد في هذا الكلام انه تقسيم. تقسيم ايه؟ ما انا قدام بأقر قدام حضرتك ما ينفعش يبقى في انتخابات غير في مقر النادي الاهلي، سواء هنا او في مدينه نصر. انا مش عاوز اخلق حزازيات، وما فيش حد هيعرف ولا يقول ولا يقدر يعلن ان النادي ان مقر مدينه نصر كام صوت ومقر الجزيره. ده انا بروح مدينه نصر وكل اعضاء النادي الاهلي بيروحوا، ده اختلاف عناوين. يبقى الهدف واحد ويبقى كيان واحد. وبعدين بتتكلم على هيبة النادي الأهلي، هيبة النادي الأهلي ده أنا اللي بحاول أحافظ على هيبة النادي الأهلي وأتحمل ما لم يتحمله بشر، بس إحنا موافقين. يزول الجميع ويبقى النادي الأهلي.
اخيرا عماد بيه، لابد من رساله لاعضاء الجمعيه العموميه، ساعات بسيطه جدا والوعي الكبير والرهان الكبير على الاعضاء زي ما بنقول. عضو مجلس اداره النادي الاهلي عماد بيه تقول ايه لكل اعضاء الجمعيه العموميه؟ اقول لهم من اجل نادي نحافظ على عراقته وعروقيه، تبقى قيمته هي قيمه اعضائه ورجاله وشبابه ونسائه. اعملوا لائحتكم بايديكم، ما تخلوش حد تاني يعمل لكم لائحتكم، وتعالوا قولوا اللي انتوا عاوزينه، لان احنا غرضنا شريف. واتحدى ان يكون من بين ثنايا هذه اللائحة ما يقصي احد او يسيء الى احد، ولكن للنادي الاهلي مبادئه وللنادي الاهلي خصوصياته التي لا يستقيم ابدا ان تكون من باشياء ما تحافظش على الرموز والنبهاء اللي هم حكموا النادي الاهلي ومثلوا ادارته. ارجوكم توجهوا الى صناديق التصويت على لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي من اجل ولادنا ومن اجل شبابنا ومن اجل تقرير مصيرنا. من فضلكم. كل الشكر والتقدير طبعا للاستاذ عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي. لقاء هام جدا طبعا زي ما بنتكلم، ساعات قليله ان شاء الله وهينطلق الاجتماع الخاص بالنسبه للنادي الاهلي. كل التوفيق من جديد لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، يوم هيكون فارق غدا ان شاء الله في تاريخ النادي الاهلي. عوده ليك من جديد زميلي محمد، واكيد هنكون مستمرين معاك هنا من